باش نواصل مع كفاءتنا التونسيه. خليني رحب بضيوفي. رحب كل من سي سمير الطويل، مهندس مقيم بالمانيا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، نورتنا بوجودك سمير. كيف رحب بسي عثمان بحلوس، كفاءه تونسيه مقيم بالمانيا ورئيس جمعيه التونسيين الاكاديميين بالمانيا. مرحبا بك، نورتنا بوجودك. مرحبا بك. بعدنا شباب ما شاء الله. سمير، قداش عندك تو في المانيا؟ ديجا احنا تلاقينا قبل وحكينا، خلينا نذكروا الساده المشاهدين لو تسمح. عندي تو اكثر من 25 سنه ما شاء الله. ايوه، معناتها خديت الباك ومشيت قريت في المانيا، ومن بعد معناتها شفت لافي بروفيسيونيل في المانيا. وسمير يخدم في اكبر المؤسسات، مصنع سيارات، مصنع بريميوم في ميونشن، الوحيد اللي في ميونشن. اي سيارات اسم كبير معناها. مرحبا بك سمير، كيف قداش عندك في المانيا؟ انا زاد خديت الباك وخرجت عام 97. فخديت الباك عمري وقتها غير 3 سنين، مش عمر يجي يركب مع بعضه، وليش ياسر كبير. ايوه، الناس اللي تحسب في من عام 97 في المانيا، من في هايدلبرغ، بعد مشيت لمنشن قريت الكتروتكنيك، جيني الكتريك. زدنا شويه في الفوليوم. نحاول. قريت الكتروتكنيك. اي. وتخصص الكترونيك نحبه من صغرتي. الحاجه اللي حبيت نتخصص فيها من الصغير هي اللي قريتها. خديت في تونس باك تكنيك اللي هي توري لنا من قبل نحب الدومين هذا، نحب الدومين التقني. نخدم في شركه اسمها انفينيون، اللي هي شركه نتاع الكترونيك، من اكبر الشركات في العالم. هي كانت قبل تابعه سيمانس، الاسم اللي معروف اكثر يمكن في تونس، وجزء نتاع سيمانس اللي كان يعمل في السومي كوندكتور، صار شركه وحده من عام 98، وحاليا رقم 13 في العالم في السومي كوندكتور، رقم واحد عالميا في السيكتور اوتوموبيل. في البيوس الكترونيك في السيكتور الاوتوموبيل. انت كنت حاضر في ندوه الكفاءات يظهر لي هكا ولا؟ بالضبط، كنت حاضر في ندوه الكفاءات. مشكور السيد القنصل اللي حطنا في البرنامج. مشيت انا وسي نجيب بوشوك، الزوز ننشطوا في جمعيه التونسيين الاكاديميين بالمانيا. ايوه. نفس الجمعيه اللي ينتمي لها سي سمير اللي معنا، اللي كان داخل فيها قبلي حتى قبل بسنوات. نعم، شاركنا في الندوه. هي حاجه باهيه انه نكونوا موجودين في تونس، ونكونوا عندنا فرصه باش نفعلوا في تونس. هذه حاجه اللي كلنا نطرحوا لها، انه يكون عندنا طبعه، يكون عندنا اثر في بلادنا. مانيش ضياف، مانيش. اي الحلو في الندوه هذه، المؤتمر هذه، انه لم دي جينيراسيون مختلفين، لم معناها حتى الاعمار كانت مختلفه. فما الكبار في العمر والقدر والقيمه اكيد، فما لي جون معناها موجودين، معناها كان فما روح مختلفه، معناها ما اقتصروش على فئه معينه ولا شريحه معينه من العمر. اكيد شفت ناس اللي نعرفهم من مؤتمرات صارت قبل، اللي هم مقدمات، هم دي بروفيسور يونيفرسيتير في المانيا. نتذكر شكون كانت، يعني الفكره زاده كانت نتاع المؤتمر، انه مش فقط نحكيه مع الدوله التونسيه ومع ممثلي الدوله التونسيه، اللي هي حسب رايي حاجه مهمه لنا نحن نحافظ على الكونتاكت، ولكن كذلك انه نعرفوا بعضنا اكثر، نقولوا يعني نعملوا ريزوتاج، نتعرفوا على بعضنا. لانه العالم كبير وتونس معزتها كبيره، لكن الدوله مش كبيره ياسر، الناس بعاد عليها. فرصه انه نعرفوا التوانسه اللي في جمعيات اخرين، اللي ينشطوا في دول اخرين. فرصه انه تعرفوا على التوانسه الموجودين في فرنسا مثلا. احنا كجمعيه الاكاديميين التونسيين بالمانيا دخلنا في شراكه مع جمعيات اللي تمثل التونسيين، ولا تحاول انها تمثل جزء من التونسيين اللي ينشطوا البرة، كيما تايب في امريكا، كيما اتوج بفروحها، كيما جمعيات الاخرين، اللي نحاول انه نعرف مع بعضنا. نذكر كلمه نتاع السيد وزير الخارجيه، قال لنا منذ البدايه، قال راهو نحبوا نتعاملوا معكم، نحبوا نخدموا معكم، لكن نحبكم تتنظموا باش نجموا نحكيوا معكم. احنا يمكن سبقناها، تطلعنا فكرته من قبل ما نقولها، قبل بعام ديجا بدينا نخدموا مع بعضنا، بدينا نحاولوا انه نتنظموا باش تكون عندنا اثر اكبر لبعضنا. معناتها حتى لمصلحتنا الشخصيه زاد حاجه باهيه، ان نربحوا نحن منها، ان نوفروا حاجات
في 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 الكارير نتاعنا نجم نقدموا نجم نتعلموا حاجات جديده من بعضنا وكذلك يكون عندها امباكت بوزيتيف للناس اللي في تونس. هي فكره الجمعيه الاكاديميه التونسيه ديجا فكره حلوه وجديده معناها. اسكو الاكاديميين في المجالات الكل ولا فما مجال معين معناها اختصيتوا فيه؟ احنا نحاولوا ان نكونوا في المجالات الكل. انا بين قوسين اذا ما قلتهاش في المقدمه انا مهندس ولكني زاد عملت تخصص ثاني عملته وانا نخدم قريت علوم سياسيه. اي فنجم ندعي ان الزوز على الاقل. اي باهي نحاولوا ان نكونوا معنا ناس الاخرين ولكن العلم والدراسه ما عندوش حدود. التوانسه اللي موجودين في التوانسه اللي موجودين في المانيا حاليا اساسا مهندسين اكاديميين اساسا مهندسين فما برشا طب العدد نتاعهم قاعد يزيد فما برشا اختصاصات اخرى قاعد تزيد دي فارماسيان ولكن باقي الطابع الكبير هو المهندسين ولذا الطابع اللي موجود في وسط جمعيتنا نحبه ولا ما نحبوش ما عندناش حاجه ضد المهندسين طبعا فيها اكثر بالنسبه للجمعيه قلت الجديده وحاجه باهية ان تنظمنا عرشنا نعطي الكلمه لسمير بانك انت كنت موجود معنا قبل ولا انت اللي كنت مشاركين في التاسيس من نعم 99 ظهر لي من موجود معاهم معناتها في الجمعيه من البدايه هو شنو معناتها الجمعيه الهدف نتاعها هو هو لونكادرمون تاع ليزيتيديون الجماعه القدم تاثير جدد صحيح والخدمه مع بعضنا معناتها كانت برشا قبل ما يجيو التواصل الاجتماعي معناتها بس كانت قبل نعملوا برشا سوسيال نعملوا برشا نتقابلوا نعملوا ديزيفينمون مع بعضنا ولا حتى كي يجيو لتونس هذا كيف نتقابلوا مع جمعيات كيفنا ولا مع عندهم نفس التوجهات والاهتمامات صحيح وشنو اخر معناها شنو الافكار اللي تخرجوا بها في اللمات هذوما خاطر مش كيما جمعيه مثلا تعودنا بالثقافه اكثر باللمات الثقافيه والاجتماعيه انتم نوع اخر اكاديميين اكثر الادبغه كي تتلم بعضها شنو نجموا تخرج معناها هو راهو ما عندناش بون بيزيون عندنا بروجرام نمشيو عليه وكل شيء مي كنا نعمل معناتها انشطه ثقافيه زاده انشطه رياضيه موجودين انشطه ثقافيه وانشطه زاده علميه يكونوا معناتها بيان بروغرامي وبخلاف معناتها أن نتقابلوا معناتها ريغوليرمون معناتها العباد الكل في قبل الحديث ديما نحكيو معناتها على مشاكلنا ولا شنو الحاجه اللي اكتشفناها جديده معناتها هذا هو اللي كان ناقص قبل كما قلت ما كانش فما تواصل اجتماعي ما كانش فما الواتساب كنا نتقابلوا ونحاولوا معناتها كيفاش نحلوا مشاكل ولا نحسنوا من حاجات معناتها مع بعضنا هذا كان الهدف كما قال زيد عثمان في اللمه مؤخرا في المنتدى معناها من الحاجات الباهيه انه عندنا برشا كفاءات طياره وما يعرفوش بعضهم في العالم معناها في العالم معناها اللمه هذه كانت معناها تعرفتوا على بعضكم اكثر وقربتوا لبعضكم اكثر هكا ولا اكيد سامح نحب نعلق خليقه لتصاور حطيتوهم من لي زاكتيفيتي اللي نعملوهم مثلا فما بعض التصاور جامعه سيبكوم تجي مش كل عام لكن برشا مرات تصير انهم يجوا عام بعد عام يجوا المنشن بالتنسيق نحاول نكلم سمير نكلم الكفاءات نتاعنا اللي في الشركات المختلفه ونحاول نستدعاهم هذه مثلا صوره في الشركه نتاعنا في انفينين تصوير هذيك ما عرفش 2016 يجيو يشوفوا شنو الحاجات اللي عندنا في الدومين الالكترونيك اللي نخدم فيه نحن من بعد يتعداو عند شركه اخرى يشوفوا جماعه الاي تي شنو اللي عندهم حاجات جديده يكونوا يعني قراب لاجد حاجه موجوده في التقنيه وتكون فرصه زاده انهم يجوا يعملوا بروجيت فاندي تويد مثلا نحن كجمعيه عندنا امكانيه ان ولا مش عندنا امكانيه نسهلوا الحقيقة بدعم الدولة التونسية قبل برشا سنوات نسقونا انه تحصلنا على غرف تابعين للفوايي اللي نجموا نعطيهم ليزيتيديون اللي يطلعوا جدد وما عندهمش فرصة كيفاش الناس خاصة اللي يجوا فقط لستة شهور باش يعملوا بروجيت فانديتود نتاعهم ما عندوش إمكانية انه يلقى بلاصته بسهولة ونحاولوا التأطير هذا نتاع انهم القدم شوية يحاولوا يعاونوا يعاونوا جدد تصويرة أخرى في اللي حطيتوها كانت فوروم نظمناه بتنسيق مع الجمعيات الأخرى جاونا برشا ضياف من برشا دول أخرى مش كان من ألمانيا جاونا من تونس عملنا ائتلاف سميناه وات وورد الاينس اوف تونيجين تالنتس الائتلاف هذايا الفكره منه كيف ما قلت لك بكري انه لازم نحكم مع بعضنا فرنسا ما عادش فيها كل شيء ساعات حاجات جماعه فرنسا يحبوا يجوا يخدموا حاجات مع عند المانيا اي فيس فيرسا معناتها نحاولوا انه نروحوا مع بعضنا فكانت هذه ندوه عملناها في السيكتور اوتوموبيل اللي
شنو التغيرات اللي صايره في السيكتور الاوتوموبيل، شنو ما الحاجات اللي نتصوروا يعطيو فرص جديده لتونس انها تدخل فيهم، شنو ما الامكانيات اللي نجموا لو كان نبداو نحن تو تكون عندنا فرصه اكثر اننا ننجحوا فيهم. وكانوا حاضرين معنا ناس رؤساء شركات من تونس عندهم الخبره ونجموا يحكيونا اكثر، لانه نحن حاجه ديما ننساوها انه كفاءتنا بالخارج كي يخرجوا يضيعوا شويه الخيط نتاع تونس، معناتها مش بسهوله انك تقعد تعرف ناس وهذا دور 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 الجمعيات، دور وزاره الشؤون الخارجيه طبعا كذلك. واحنا فرحانين بالعلاقات الطيبه ديما مع الحقيقه مع القنصليات مع السفاره، ديما يستدعونا، ديما نستدعاهم باش يكونوا حاضرين. فالسيد قنصل مثلا كان معنا في اتجاه في تونسيا جلوبال فورم اللي نظمناه في منشن، جاء وحضر وزاد تعرف، وهذه تعطي تعطي إيفيل لما تجي تحضر شركات ألمانية تجي تحضر معنا باش نجم تحل، تشوف إنسان تقول آه أوكي هذه ناس سيريوز وناس ناس قاعدة تخدم وناس مهتمين بأنها تأثر الشركات الجديدة. فهذه يعني من الحاجات اللي نحاولوا باش نخدموها. لو تسمح سمير، تو في المنتدى اللي تلموا من الكفاءات كل واحد قدم اقتراح من منظوره ومن تجربته ومن مجاله. انت ككفاءه تونسيه وتخدم في اكبر شركه للسيارات وكل شيء، شنو نجموا نبدلوا زاد في تونس؟ شنو تنجم تقترح مثلا؟ شنو نجموا نغيروا؟ قبل كنت حاضر معنا حكينا شويه على السيارات الجديده، حكينا على السيارات اللي بالشارج، وحكينا اللي قاعدين نحيوا في السيارات القدم. تونس وين وصلت؟ خاطر شفت يوم الكهرباء ولا ثينا ما مش من تونس ان توكا جايين الضيوف. تونس هوني وي معناها في السباق هذايا وفي التطور هذايا اللي قاعد صاير في العالم. وهو سؤال وجيه. جوست البارونتيز نتاع لي فواتور الكتريك، ثم تقريبا 100 كهرباء تونسيه، معناتها الكهرباء تمشي في تونس، معناتها ماتريكولي تونسيه كهربائيه. سي ديجا فما فما استراتيجيه للدوله باش نوليو بلو ايكولوجيك و بلو الكتريك. خاطر نشوفوا البرا ولاو يخدموا بهم بالكدا، معناها موجودين. سي فري كوا كو لا سيتواسيون معناتها اكتويل ماهيش باهيه برشا لي فواتور الكتريك، لا دوموند طاحت برشا هالشهر هذوما. علاش؟ علاش؟ على خاطر كي عملوا ديماراج نتاع لي فواتور الكتريك صافي معناتها مع وقت الكورونا، جوست بعد الكورونا شويه، فما دي سوفونسيون ليتا، دي سوفونسيون تنحاو تو، دونك ولات الدوموند قلت شويه. كي تقل الدوموند دونك يتيحوا الاسواق. اي نحاولوا نرجعوا، مي اون بليس هما لا كونكورونس مع البرودوي شينوا اللي يغزو اوروبا ويغزو العالم الكل معناتها السيارات الشينوازيه، اللي هي زاده كيف كيف راهو تطوروا بصفه غريبه في الجوده في الانتاجيه وفي التكنولوجيا. معناتها انا الشركه اللي انا فيها بيان سور ناخذوا السيارات الحديثه من مصنعين الكل نسوقوها ومن بعد نفركوها ونشوفوا شنو هما لي سوليسيون لقاهم تكنولوجيك، شنو هما اللي عملوها. معناتها فما شركه معناتها صينيه انا ما عرفتهاش ولا حتى اللوجو مكتوب بالشنو، معناتها السوم بصفه غريبه معناتها قداش بعيد معناتها ما يقابلش، فهمتني؟ وحنا نحبوا نعرفوا افيك لي تكنولوجي بيان سور، مي افيك كال كاليتي، افيك كال برودوي. تطوروا بصفه غريبه معناتها كونكورونس رود، كونكورونس صعيبه برشا مع اوروبا مع امريكا. هذاك علاش توا معناتها صاروا دي تاكس جدد مع امريكا مع اوروبا. يقول لك باش تقعد الاسوام معناتها الاسعار فيها في اوروبا مع تقريبا هذا تنجم تستفيد منه تونس. تقول لي اوكي قلت لك لي برودوي شينوا بالحق معناتها بصفه غريبه تحسن نجيبوهم لتونس، وداير فما معناتها شركات كبيره شينوازيه اللي هي ولات اكثر مصنع نتاع سيارات كهربائيه في العالم. اي انا تهب لتونس وتقول لك نصنع زاد معناتها مكونات نتاع السياره تكون مصنعه في تونس. اي وين اللي فيه ولا وين حاجه زايده جديده؟ انه لابروش نتاع السي او 2 نتاع الغازات معناتها الكربون والا الغازات السامه الغازات الضاره. ايوه ولا عندهم عنده امباكت كبير برشا باش تاخذ ان مارشي في تونس. نعرفوا تونس اللي تخدم برشا بالوا 72 معناتها برشا نتاع مكونات تاع سيارات برشا دي بوان دو برودكسيون ميم حتى ديفلوبمون وسيرتو زاد نتاع كابل معروفه تونس سيرتو بعد مع الحرب مع اوكرانيا خذت مارشي كبير برشا في تونس. تطورت برشا شركات كبيره عالميه زاد في تونس. اما يقعد وين الديفي ولا الامباكت قلنا نتاع السي او 2
اللي لو برودوي كي يجي تعمل له برودكسيون لهنا في تونس يقول لك قداش يخرج سي او 2. اي ويعمل كومباريزون مثلا مع معناتها الكومبيتيتيف ديريكت مع المغرب ولا مع شمال اوروبا. اي ويعمل لك اون بيناليتي اذا كانك انت عندك سي او 2 اكثر. معناتها راهو حتى نحكيو راهو بيان سور في البرودكسيون نحكيو على 1 سنت معناتها نحكيو على 100 فرانك و200 300 فرانك على برودوي راهو كي تعمل اون ماس تولي عندها امباكت كبير برشا على السوم وعلى الكومبيتيتيفيتي. معناتها اسكو جيران نذكر المغرب خاطر المغرب ولا اول مصنع نتاع سيارات في افريقيا ومعناتها الي غران معناتها وين الشانس اللي عندنا نجموا احنا نكونوا معناتها بلو ايكولوجيك اقل سي او 2 دونك نرجعوا ناخذوا المارشي نتاعنا اللي ضاع علينا قبل نرجعوا ناخذوه لتونس. وين الكفاءات التونسيه في الحكايه هذه؟ انه احنا اوني اجو معناتها نعرف انا معناتها بيسكو احنا في الديفلوبمون معناتها نعرفوا شنو هو المارشي الطالب ل 2030 2035 معناتها عندي لا كورب نتاع البرودكسيون وين ماشيين معناتها المصنع اللي نخدم فيه انا وين ماشي وهما كيف يعرفوا لو دوموند خاطر سين كوبيراسيون مع لي فورنيسور نتاعنا. شفت الاستراتيجي اللي يبنيوا فيها معناها 2030 2035 نعطيك معناتها قداش نصنعوا في الكهرباء في شهر ما نعرفش انا نوفمبر 2032 مثل من عشر المصنع اللي يخدم فيه معناتها ما نذكر بيان سور مش لا نعطيك لا انا نعطيك ان شيفر اكزاكت قداش مش بيان سور تنجم تكون مراجعته صحيح اما انا تو نعطيك انا قداش معناتها البرودكسيون نتاعي شنو هو البرودوي قداش وكل شيء معناتها النومبر ريال اي الا تصير شي حاجه من ما نعرفش بيان سور كيما صارت كورونا كل شيء تتبدل مي انا نعمل راهو نومبر معناتها بيان ديفيني بيان سور حتى لي فورنيسور نتاعي اللي يمشيو من عندي بداو يعرفوا حتى هما مازال الكاباسيتي نتاعهم كيفاش دونك وين الامباكت ولا حاجه لافونتاج نتاع الكفاءات في الخارج نقول لك اوكي انا نعطيك شنو باش ناخذوا ان مارشي لتونس رغم يكون عندك سيستيماتيكمون الحاجات هذوما باش تاخذ مارشي راهو لازم يكون عندك لا برودكسيون سي او 2 راهو فما بيناليتي راهو شكون بيناليتي هكا راهو ما عرفتش المره اللي فاتت حكيت فيها اي راهو في معناتها انا كنت منبهر انه ما كانوش يعرفوني تونسي معناتها اما جاو معناتها شافوا دي فورنيسور توينسا معناتها دي بوان دو برودكسيون توينسا. انت عاطي الماني بصراحه مش كي عماد انت ماشي لا 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 زميلنا عماد انت ماشي الماني اكثر لا لا بو اتخ معناتها بروفيسيونيل بيان سور نحاول نعاون اما نعاون من غير ما نظهر معناتها كي جاو لتونس وجاو في بوان دو برودكسيون ما كنتش نعرف معناتها زون اندستريال بالحق معناتها عطاو فيدباك بوزيتيف بصفة غريبة عن نظافة. نظافة في الزون اندستريال وفي المعمل. الحمد لله. الحاجة الثانية علاش معناتها نحكي معناتها امباكت شوف معناتها باش تاخذ ان مارشي معناتها تعمل انفستيسمون بالمليارات وشنو من بعد علاش خذيت المارشي مش على المليارات معناتها انفستيسمون على قلنا على الكادر معناتها نظافة كسوة في المعمل ولا في الزون الصغير معناها لي ديتاي صغار اللي الكادر سوسيال في المعمل حسوا انه توينسا عامله جو تخدم معناتها جو وفما اون امبيونس سوسيال حلوه حسوها ولي كومبيتونس قرروا معناتها باش نحكي في شين دو مونتاج نحكي معناتها شوف لي كومبيتونس انا دي تكنيسيان سوبيريور اللي في جيران ما غير ما نسمي يبداو دي زوفغي سامبل الحمد لله اللي وكي يحكيوا معاه معناتها يحكيوا لزوفغي يحكيوا انجلي يحكيوا معناتها فما حتى اللي حكيوا المون ويسلموا بالالمون معناتها سيتي فيدباك بوزيتيف معناتها على تروا هذا علاش خذي المارشي بون تقول انت الامباكت تكنولوجيك الامباكت ديفلوبمون وين هما هذوما الكل انا جيتي سوربري انا شخصيا جيتي سوربري معناتها الثلاثه هذوما اللي تقول لي ما يجيش على بالك معناتها صحيح معناتها هذوما معناتها كي يحكيوا معنا الشركات لهنا نقول لهم رد بالكم راهم شوف شنو اللي كان جلب انتباههم وعلاش حبوا تونس راهو على هذا وهذا وهذا معناتها ولا هذه حاجات مثل تغلب معناتها تغلب من الكافيهات معناتها العباد اللي عاشوا نختم معاك عثمان تفضل انا ماذا بيا نعلق شويه على اللي قاله سمير لانه فما برشا نقاط فيهم ظاهر لي مش متاكد فهم صحيح ولا مثلا حكايه الديكربونيزاسيون حكايه سي او 2 لازم ينقصوا كذا
نتصور امباكت كبير لو كان في تونس نولي ونطلعوا الضوء نتاعنا بانرجي رينوفلابل. هذه هي ولا اكزاكتمون؟ هذا هو لازم معناتها تاخذ وين ينجم يكون الدور نتاع التوانسه البرا. انا نذكر في 2006 7 8 حاجه هكا الجامعه نتاع كان ثم فكره ديزرتاك اللي هو مشروع في الصحراء التونسيه لتوليد الطاقه الكهربائيه وتصديرها لاوروبا. وكانت جامعه منشن تي او مركزه انها تشجع التوانسه اللي يقراوا في منشن ان يمشوا التخصص هذا نتاع الانرجي. فتلقى حاليا برشا خبراء في الانرجي موجودين في منشن مازالوا معنا اللي عملوا التخصص هذا خصيصا باش نهار اخر تصير حاجه في تونس عندها علاقه بالانرجي رينوفلابل يكونوا موجودين. فاذا كان ثم حاجه نجموا نعملوها نشجعوا الكفاءات هذه نزيد تظهر. في المغرب شفنا انه صاروا يصدروا في الطاقه لبريطانيا من المشاريع اللي صارت اللي عاملاه ولا عام ونص تالي حاجه هكا. لينا نحن اي برشا اقتراحات تعرف والله برشا ما شاء الله يلزمنا قاعده طويله كان نقعدوا اكثر. يا سيدي نورتوني بوجودكم شكرا لكم مرحبا بكم اتو مومون سمير كيف عثمان شكرا على وجودكم معنا. تعديوا كملوا الصيف ولا مروحين؟ نكمل انا مادام مصيف في ديسمبر سمعت انا. لا احنا ديما ما شاء الله احنا كل طقس عنده اجواء في تونس. مرحبا بكم انتم نورتونا بوجودكم. نختموا بصوره كيف احنا ديما مشاهدين اهلا تونس يتابعونا ويدلوا علينا. نختموا بصوره خطوبه سيرين مفتاح ورأفت بن سالم نقول لهم الف الف مبروك ان شاء الله الفرحه الكبيره. مره اخرى نوجه لكم تحيه كبيره عائلة بن سالم وعائلة مفتاح ألف مبروك ومرحبا بكم الناس الكل من خلال برنامج أهلا تونس. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم مع زميلتي يسرى الصحراوي. إلى اللقاء.